صباح الخير، أهلا بكم في جولة في الصحافة حول العالم، وإليكم أبرز عناوين اليوم. واشنطن بوست تقول إن الرئيس الأوكراني وبخ الغرب بسبب تقاعسه وسط مخاوف من حرب وشيكة. قالت روسيا تقلل من تهديد أوكرانيا بإعادة وضعها نووي، وتصف تصريحات زيلنسكي بالخدعة. الجارديان تركز على تلميح طهران إلى تبادل الأسرى إذا أبدت واشنطن مرونة بشأن الاتفاق النووي. أهلا بكم إلى التفاصيل. طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي زعماء العالم باتخاذ إجراءات أقوى مع تكثيف التهديد بشأن هجوم واسع النطاق من جانب روسيا وسط تزايد القصف على المناطق الانفصالية الشرقية من بلاده. صحيفة واشنطن بوست تناولت هذا الموضوع في مقال بهذا العنوان: زيلنسكي يوبخ الغرب بسبب تقاعسه وسط مخاوف من حرب وشيكة مع روسيا وبسبب القصف المتزايد. الصحيفة الأمريكية قالت إن الرئيس الأوكراني وجه توبيخا حادا للغرب واتهمه بالأنانية، حيث حث القادة الغربيين على إعلان خططهم علنا لفرض عقوبات على روسيا، قائلا إنه بعد بدء الحرب سيكون فات الأوان. الرئيس الأوكراني أشار كذلك إلى تحركات روسيا التي وصفها بالعدوانية المتزايدة، خاصة القصف الذي حمل روسيا مسؤوليته، وأعرب عن نفاد صبره مع الغرب لما اعتبره تقاعسا عن العمل، ودعا زيلنسكي قادة الغرب إلى كسر صمتهم بشأن الكيفية التي تخطط بها دولهم للرد على روسيا. يأتي توبيخ زيلنسكي لحلفاء كييف في الوقت الذي تطلق واشنطن أشد تحذيراتها خطورة بشأن احتمالية شن الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الصحيفة أشارت أيضا إلى تشكيك بعض المسؤولين الأوروبيين في قناعة واشنطن بأن الكرملين سيشن أعمالا عدائية، حيث أعربوا عن إحباطهم لأن واشنطن لم تشارك المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها. كما اعتبر مسؤولون أوروبيون أن عدم مشاركة واشنطن للمعلومات حد من قدرتهم على اتخاذ قرارات مستقلة حول مقدار الأهمية والتي يجب أن يعطوها لتصريحات بايدن. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال أيضا إنه بدأ مشاورات في إطار مذكرة بودابست، وإنه إذا لم تجرى المشاورات أو لم تؤدي إلى أي نتيجة مقبولة فإن بلاده سيكون لها كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست لا تعمل، وهكذا ستعمل بلاده على استعادة وضعها النووي. صحيفة بوليت روسيا الروسية ناقشت هذه التصريحات للرئيس الأوكراني في مقال يحمل هذا العنوان: تهديد زيلنسكي بإعادة الوضع النووي لأوكرانيا خدعة. الصحيفة أوضحت أن مذكرة بودابست تم توقيعها في العام 1994 من قبل أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا بشأن انضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبعدما أعادت نحو 1700 رأس نووي إلى روسيا ودمرت الصواريخ المتبقية لديها. وردا على ذلك تعهدت الدول المشاركة بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا. الصحيفة أجرت مقابلة مع خبير عسكري روسي أشار بدوره إلى أن تصريح زيلنسكي بشأن استعادة حق امتلاك رؤوس حربية نووية لا علاقة له بالواقع. الخبير الروسي أضاف أنه حتى لو تمكنت كييف بطريقة ما من إقناع المجتمع الدولي بحاجتها إلى امتلاك أسلحة نووية، فإنها ليس لديها رؤوس حربية خاصة بها، ومن غير المرجح أن تكون قادرة على إنتاجها. كما أضافت الصحيفة أنه حتى لو احتفظت أوكرانيا بهذه الأسلحة فلن تتمكن من استخدامها بسبب ما يسمى بآلية الحماية من الاستخدام غير المصرح به، والتي بقي مفتاحها في يد موسكو. علاوة على كل ذلك، فإن أوكرانيا ليس لديها الوسائل أو حتى القدرة على تخزين هذه الرؤوس الحربية أو تشغيلها.
كشفت وسائل إعلام ألمانية عن وثيقة أرشيفية رفعت عنها السرية تؤكد أن روسيا تلقت وعودا بعدم توسيع الناتو شرقا، وتضمنت الوثيقة وصف العديد من أعضاء الناتو انضمام دول أوروبا الشرقية إلى الحلف بأنه غير مقبول. صحيفة كوميرسانت الروسية تناولت رد الناتو في مقال يحمل هذا العنوان: ستولتنبرغ لا يعتبر الوثيقة الأرشيفية التي عثر عليها بمثابة وعد لروسيا بعدم توسيع الناتو. الصحيفة نقلت عن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ تعليقه على الوثيقة، حيث أجاب على سؤال لما إذا كانت روسيا محقة في أن الحلف، نقض كلمته قائلا إنه لا يعتقد أن الحلف نكث بوعده. وأشار الأمين العام للناتو إلى أنه يمكن للدول الأوروبية الانضمام إلى الحلف كما ورد في الوثائق الدولية الأخرى، على سبيل المثال في وثيقة هلسنكي النهائية وميثاق باريس. ونقلت الصحيفة أيضا عن تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث اعتبر أن موسكو تعرضت للخداع من قبل الدول الغربية التي وعدت بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع نحو الشرق، ومع ذلك جادل ستولتنبرغ بأن أحدا لم يقدم مثل هذه الوعود إلى الاتحاد السوفيتي. وأوضحت الصحيفة كذلك أن الوثيقة تكشف عن محضر اجتماع المديرين السياسيين لوزارات الخارجية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والذي عقد في العام 1991. وتفيد الوثيقة بأن البريطانيين والأمريكيين والألمان والفرنسيين اتفقوا على أن عضوية دول أوروبا الشرقية في الناتو غير مقبولة. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به، وبذلك أيضا بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية. صحيفة كوميرسانت الروسية تنقل الانفصاليين الموالين لروسيا في لوغانسك وقوع إصابات في صفوف المدنيين نتيجة هجوم للقوات الأوكرانية. موسكو تايمز تقول إن حلف الناتو نقل موظفيه من كييف إلى غرب أوكرانيا وبروكسل على خلفية تصاعد التوتر. أما كييف بوست فتصف خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أمام مؤتمر ميونخ بالتاريخي. هلسنجن سانومات الفنلندية تتحدث عن المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها واشنطن ولندن وتعتبرها أهم من المساعدات العسكرية. جابان تايمز تحذر من أن الاقتصاد الياباني على حافة الهاوية جراء الارتفاع المحتمل لأسعار السلع بسبب الأزمة الأوكرانية. وما زلنا أيضا في الملف الروسي الأوكراني وكل تداعياته، ووفقا للخبراء فإنه من وجهة النظر الغربية تزداد احتمالية شن هجوم شامل من قبل الجيش الروسي على أوكرانيا المجاورة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان تخلي أوكرانيا عن عضوية الناتو سيوقف هذه الأزمة. مجلة ديرش بيجل الألمانية نشرت مقالا لها بهذا العنوان: والذي يتوقعه الغرب الآن وكيف تتفاعل معه روسيا. المجلة قالت في التفاصيل إن عضوية أوكرانيا في الناتو غير واردة في المستقبل المنظور، وفي غضون ذلك تحدثت وزيرة الخارجية البريطانية ضد التخلي الطوعي لأوكرانيا عن عضوية الحلف. لكن المجلة قالت إن هدف بوتين النهائي هو إخضاع أوكرانيا بالكامل للسيطرة الروسية، ولذلك اعتبرت الصحيفة أن إمكانية تفادي الغزو إذا تخلت كييف عن عضوية الناتو هي ببساطة فكرة خاطئة، معتبرة أن مثل هذا التنازل لن يؤدي إلا إلى تقوية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بإجابة صادقة من الناتو بشأن ما إذا كان بإمكان بلاده أن تصبح عضواً في الناتو على الإطلاق. لكن المجلة قالت إنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن أوكرانيا ستظل منطقة عازلة دائمة بين الغرب وروسيا. وقالت المجلة الألمانية إنه في الوقت الحالي لا يتعلق الأمر بعضوية أوكرانيا في الناتو بقدر ما يتعلق الأمر بمدى قبول أن قوة عظمى مثل روسيا تحاول أن تملي على دولة أخرى ما تستطيع وما لا تستطيع فعله بالقوة.
وينضم إلينا من القاهرة حول كل هذه التطورات في الأزمة الأوكرانية الروسية دكتور حامد فارس، الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا دكتور في الصفحة الأولى وعلى شاشة الغد. دكتور حامد، ما معنى أن يوبخ الرئيس زيلنسكي الغرب الآن وبكل هذه الحدة؟ أهلا بك يا أستاذة داليا، وأهلا بالسادة مشاهدي قناة الغد. طبعا هي إشارة واضحة من أن الرئيس الأوكراني شعر بأن الغرب قد تخلى عنه في معركته ضد روسيا، وهذا يتضح وبقوة من أن الغرب لم يقم بالإجراءات المطلوبة طبقا لوجهة النظر الأوكرانية، لأن الرئيس زيلينسكي الرئيس الأوكراني كان يريد من الغرب توقيع عقوبات استباقية كما أشار في تصريحاته ضد روسيا، وهو ما لم يحدث. وهذه العقوبات سواء عقوبات اقتصادية أو حتى الوقوف في وجه روسيا، وهذا لم يحدث. وبالتالي أؤكد لك أن الموقف برمته في هذه القضية تحديدا هو موقف معقد ومتشابك، ولا يعود حتى إلى العام 2014 وثورة الميدان الأوروبي، ولكنه يعود إلى القمة، قمة حلف الناتو التي عقدت في العام 2008 في العاصمة الرومانية بوخارست، والتي طالبت فيها أوكرانيا وجورجيا الانضمام إلى حلف الناتو. وهذه القصة تحديدا نتيجة لها اتخذت روسيا بعض التصرفات التي تمنع انضمام جورجيا أو أوكرانيا أو حتى دول البلطيق إلى هذه المعاهدات. معنى أنه العقوبات الاقتصادية لم تطبق بشكل استباقي على روسيا، هذا ما الذي يعني في تقديرات أو قواعد اللعبة على الأرض الآن دكتور حامد؟ لا يمكن توقيع عقوبات على شيء لم يحدث حتى هذه اللحظة. كل المناورات وكل الحشود التي قامت بها الدولة الروسية على حدودها، لم يكن هناك انتهاكا واضحا وصريحا للسيادة الأوكرانية، وبالتالي كيف يمكن توقيع عقوبات على حدث لم يتم وقوعه بالفعل، في ظل أن روسيا حتى هذه اللحظة تحافظ على أمنها القومي، خاصة وأن التمدد حلف الناتو في الشرق في أوكرانيا وفي شرق في أوروبا يمثل تهديد واضح وصريح إلى روسيا، خاصة وأن أوكرانيا تعتبر هي الحديقة الخلفية إلى روسيا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقيم الناتو قواعد عسكرية في هذه المنطقة، مما يمثل انتهاك صريح للسيادة الروسية، وهو ما لن يسمح به الرئيس الروسي. وفي ظني وتقديري أن مشكلة الحرب ولا حرب، لن تحدث حرب مباشرة، ولكننا سنظل في حرب باردة، والإدارة الروسية تريد تغيير نظام الحكم في أوكرانيا فقط، ولا تريد غزو روسيا، لأنها إن قامت بذلك ستكون العواقب والتبعات وخيمة على العالم أجمع وليس على روسيا فقط. طيب بذكرك الناتو دكتور حامد، الحقيقة تساؤلات كثيرة يعني تتبادر إلى ذهن كل المتابعين الآن، وهو ما وضعية الناتو، ما وضعية حلف شمال الأطلسي من أوكرانيا الآن؟ يعني هل هي في المطلق لن تكون ضمن الناتو، أو هي ورقة يعني يلوح بها في وجه روسيا الأكثر؟ لابد أن نشير هنا أستاذة داليا لنقطة مهمة. هل تتوافر الشروط التي وضعها حلف الناتو لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو؟ لا، وهي ألا تكون هناك صراعات داخلية أو خارجية، وهو ما لم يتوافر في الدولة الأوكرانية التي تعاني من صراعات داخلية، سواء وجود انفصاليين موالين لروسيا أو حتى أن روسيا أعطت أكثر من 700 ألف مواطن أوكراني جوازات سفر روسية ووجودهم على الأراضي الأوكرانية. هذه المعطيات تشير على أن هناك لم يتوافر الشروط المطلوبة لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. وأيضا هناك نظرة خاصة من حلف الناتو إلى انضمام أوكرانيا، وهي هل إذا أقدم حلف الناتو على انضمام أوكرانيا، ما هي تبعات هذا القرار، وماذا لو طلب الوضع يتخطى ما هو أكثر من ذلك دكتور فارس؟ لأن وسائل إعلام ألمانية تحدثت عن وثيقة رفعت عنها السرية تؤكد أن روسيا تلقت وعود بعدم توسيع الناتو شرقا، وتضمنت الوثيقة وصف العديد من أعضاء الناتو بانضمام دول أوروبا الشرقية إلى الحلف، أنه غير يعني هذا أمر غير مقبول، الأمر تخطى حتى مسألة أنه هناك اعتبارات أو سيناريوهات أو تصورات في هذا المجال.
نعم، بس أنا أود أن أستكمل فكرتي من أنه ماذا سيكون رد حلف الناتو إذا طلبت أوكرانيا من حلف الناتو أن تسترد الأراضي التي احتلتها سوريا كشبه جزيرة القرم وغيرها، هذا من ناحية. أما في الجزئية الخاصة بسؤالك يا أستاذ داليا، وهو أننا الآن أصبحنا في عالم مختلف، الآن هو صراع على النظام العالمي الجديد في ظل أن العالم يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب والقوى وليس عالم القطب الواحد، هذا صراع قوي لأن هذه القضية لها انعكاسات سواء على علاقة روسيا بالصين من ناحية، وأيضا على علاقة أمريكا وروسيا في القضايا الخاصة بالشرق الأوسط وبالأخص القضية السورية وغيرها من القضايا سواء ليبيا وغيرها أو العراق، كل ذلك سيكون له انعكاسات، إما أن تكون انعكاسات إيجابية من الممكن أن تحقق نوع من أنواع التوافق في الكثير من القضايا، أو من الناحية الأخرى ألا تكون هناك انعكاسات سلبية ستكون وخيمة على العالم بأجمعه. طيب، هناك لهجة أكثر قوة الآن لدى الرئيس الأوكراني وورقة تلويحه باستخدام السلاح النووي، مبدئيا كيف تقرأ هذه الورقة ولماذا استخدمت الآن من زيلنسكي، وهل هو فعلا قادر على الاستمرار بالتلويح بها أو هي خدعة كما ذكرت وسائل الإعلام الروسية؟ في ظني وتقديري أنها خدعة، وهو يريد ويحث الغرب على مواجهة روسيا لأن أوكرانيا لن تستطيع، وهو شعر بالخوف لأن التمدد الروسي في الأراضي الأوكرانية لم يكن تمددا عسكريا ولكنه تمدد ثقافي واجتماعي وتمدد لغوي والكثير من المعطيات المشتركة بين الشعب الأوكراني والشعب الروسي، خاصة وأن آخر استطلاعات الرأي أكدت أن أكثر من 60% من الشعب الأوكراني يقول أنه وروسيا شعب واحد ولديهم روابط تاريخية عميقة، وبالتالي من الممكن جدا أن تكون هناك توجهات واضحة من قبل روسيا لتغيير نظام الحكم، وهو ما أشعر وأدخل الخوف لقلب الرئيس الأوكراني الذي يريد أن يكون في سدة الحكم، وبالتالي هذه المعطيات جعلته يتدخل ويطلق هذه التصريحات القوية التي لا تتسق مع الواقع لأن أوكرانيا لا تستطيع أن تستغل السلاح النووي للكثير والكثير من الاعتبارات. شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهرة دكتور حامد فارس الباحث في العلاقات الدولية.